السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحياتي لجميع ومرحبا بكم فيديو جديد. ينتظر عشاق النهضة الرياضية البركانية التحاق المدرب الجزائري بن شيخة بالقلعة البرتقالية بعد أن سافر إلى الجزائر لقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك قبل العودة إلى المغرب للتوقيع الرسمي مع الفريق البركاني. وكان هناك اتفاق سابق مع بن شيخة دون التوقيع على العقد بشكل رسمي لحدود اللحظة. وكشفت مصادر إعلامية مطلعة أن إدارة فريق نهضة بركان لكرة القدم تتجه إلى تعيين الجزائري عبد الحق بن شيخة مدربا للنادي البرتقالي استعدادا للموسم الكروي المقبل. وأوضح المصدر نفسه أن إدارة النادي البركاني استقرت على تعيين المدرب السابق للدفاع الحسني الجديد، مؤكدا أن العقد الذي سيجمع بين الطرفين سيمتد إلى موسمين. وتبع المصدر ذاته أن جزئيات بسيطة تفصل عن تعاقد البرتقالي رسميا مع عبد الحق بن شيخة من أجل الإشراف على الفريق الموسم القادم. وكان مسؤول نادي الدفاع الحسني الجديد قد حرصوا على توديع عبد الحق بن شيخة مدرب الفريق الجديد بأفضل طريقة ممكنة عقب نهاية العقد الذي يربطه بالفريق الدكالي. وأقامت إدارة الدفاع الحسني الجديد الثلاثاء الماضي حفل وداع لمدرب فريقها الأول الجزائري عبد الحق بن شيخة بعد موسمين متتاليين أشرف خلالها على العارضة التقنية لفريق الدكالي. ودخل فريق نهضة بركان لكرة القدم في مفاوضات جادة مع الثنائي أنس الزنيتي وعبد الفتاح حدراف وإكسيل ماي لاعب اتحاد طنجة للاستفادة من خدماتهما خلال الموسم الرياضي المقبل. ويفاوض نهضة بركان نجم الرجاء وموهبة الجديدة لكونهما ضمن المجموعة البركانية بتزكية من المدرب عبد الحق بن شيخة الذي أعطى موافقته لتدريب النادي البرتقالي. ومن المرتقب أن يضم الفريق البركاني مجموعة من الأسماء لتعزيز صفوفه والمنافسة على الألقاب المحلية والقارية الموسم الرياضي المقبل. يذكر أن المدرب عبد الحق بن شيخة أشرف على تدريب فريق الدفاع الحسني الجديد خلال مناسبتين وحقق معه لقب كأس العرش سنة 2013، كما أشرف على تدريب مجموعة من الفرق الوطنية في مقدمتها الرجاء الرياضي، مولودية وجدة، والمغرب الرياضي التطواني، واتحاد طنجة، قبل أن يلتحق بالدفاع الحسني الجديد. والآن بشكل رسمي تقريبا سيكون هو المدرب لفريق النهضة الرياضية البركانية خلال الميركاتو الصيفي.